بالنسبة للست تختلف عند قرارات عند الراجل، مين فيهم هو الأفضل؟ بعد كده هنتكلم عن السبب. طبعا اكيد حته الافضل ما فيش حاجه اسمها حد افضل، لكن القرارات بتختلف عنهم عندهم منهم بين بعض، علشان في الجينات بتاعتهم مختلفه، التركيبه الدماغيه مختلفه، فبالتالي بيخليني ان انا اطلع قرارات مختلفه. كمان تعريفهم للاشياء، مفاهيم الاشياء بالنسبه للرجل غير مفاهيمها بالنسبه للمراه، يعني مثلا مفهومه عن الحب، مفهومه عن الاهتمام، مفهومه عن مثلا الحنيه، ممكن كل حد بيشوفها بطريقه مختلفه عن الاخر كرجل او كمرأة. فبالتالي عشان كده القرارات بتاعتهم ممكن تبقى مختلفة، بس مش معناها ان هي تبقى فيها خلاف، يعني الاختلاف حاجة وان احنا نبقى مختلفين شوية، ولكن في الاخر ناخد القرار الانسب بين احنا الاثنين. ربنا عز وجل لما جعل هذه الاشياء في الرجل وفي المرأة مش عشان هم يتضاربوا مع بعض، بالعكس عشان يكملوا بعض، عشان انا اشوف ببعد معين وهي تشوف ببعد اخر، فنستطيع ان احنا نكمل بعض، انما احنا عملناها بقى مفاهيم مختلفة وخلاقات ومشاكل وكده. طب حضرتك وضح لنا ازاي العقل الست بيفكر وازاي عقل الراجل بيفكر في اتخاذ القرارات. انا هوضح ده من خلال خمس اختلافات اساسية، اختلافات كتيرة بس احنا نقول الخمسة الاساسيين بالنسبة للرجل والمرأة. فلما المرأة تفهم ان دي تفكير الرجل والرجل يفهم ده تفكير المرأة، هيعرفوا يتعاملوا مع بعض. اول حاجة نظرة الرجل عقلية للأمور، أما نظرة المرأة، يعني الرجل عقلاني يقول الرجل عقلاني وثابت، أما المرأة عاطفية ومتغيرة. الناس هتقول عقلاني يعني المرأة مش عاقلة، لا، عقلاني يعني بيحكم العقل عن العاطفة. طب المرأة عاطفية ومتغيرة، لأن من شيمة العواطف التغيير. فإيه هي العواطف؟ العواطف تشمل الحب وتشمل الكره، عشان بس ما تفتكرش ان هي الحب بس، وتشمل السعاده وتشمل الحزن وتشمل الغيره وتشمل الملل وتشمل الزهق، حاجات كتيره جدا اسمها العواطف. فالمراه العاطفه عندها هي بتغلب اكتر من عاطفه الرجل. طب بتغلب بقد ايه؟ 8 اضعاف الرجل. فبالتالي الست مثلا ممكن تزعل على حاجه، نقول مثلا 8 ايام الرجل يزعل عليها يوم، هي تقول له انت مستهتر وهو يقول لها انت نكديه، لا هي نكديه ولا هو مستهتر، انما هي طبيعتها كده. بعد شويه بتاخد، حتى كمان هنقول له لا، ما هي بس مش في الحزن، ما هي في السعاده وفي الحب، هتديك الحب 8 اضعاف ما انت هتعرف تدوله. فبالتالي يبقى احنا كده عندنا ايه؟ 8. يبقى الرجل عقلاني وثابت، المراه عاطفيه ومتغيره. النمره 2 نظره الرجل اجماليه للامور، نظره المراه تفصيليه للامور. يعني الرجل يشوف الابعاد البعيده شويه، المراه تشوف التفاصيل الصغيره، حتى لو مش يعني حتى لو هي ما ركزتش بس تشوف. يعني انا اخد مثلا زوجتي نروح عند ناس قرايبنا اول مره ندخل لهم ونقعد ونتكلم في مواضيع، هي تاخد بالها ان الورده مش محطوطه عندها، بقى لو جت بقى كمان بعد شهر تشوف ان الورده اتشالت من مكانها. استاذ احمد هيبقى قاعد مش هيشوف الكلام ده، هيقول لك ايه ده الورده انت قاعده مركزه كده ليه وانت قاعده بقى الورده مش هشوف الورده. لا مش هشوف المراه، ده هو الواحد الراجل ما بيشوفش مراته نفسها، مش الورده. يعني هي تقول له ايه انت مش شايف حاجه، يعني هو متوقع مثلا غيرت شعرها او لونه او شكله، هو ما وممكن يدي 3-4 اختيارات، يقول لها شعرك تقول له لا، عينيك، لحد ما يوصل. يبقى كده عندها النظره بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى مختلفه. وفي الاخر الاهتمام ما بيطلبش. الاهتمام. حضرتك جبت لي بقى النقطه المهمه جدا، الرجل يحفز بالاحتياج والمراه تحفز بالمشاعر. يعني ايه بالاحتياج؟ يعني تقولي له انا عايزه كذا. اتكلم عن الرجال الاسوياء اللي عايزين يعيشوا سعاده هم وازواجهم، مش اللي بيعاندها. فهي المفروض الاهتمام طلب. احنا عندنا مقوله خاطئه الناس بتطلقها كتير، لا تطلب بس مش هقول، لا مش هقول له اهتم بيا، اقول له انت نسيت تجيب لي كذا، انا عايزك، يعني انا هقول له حاجه دي مفهومه. حد خجول بقى يعني وما بتعرفش تطلب، ما برضو يعني ما دي نقطه. ما هو ماشي، ما احنا بنقول الطرق بقى، في طرق بقى معينه، يعني مش لازم ان انا اطلب حاجات مباشره، ممكن اقول له برضو بطريقه معينه متوافقه مع خالي، اكيد في كلام بينهم وبعض وفي اتصال. ما هو لو ما فيش تواصل بين الزوج والزوجه يبقى بالتالي اصلا الحياه بتاعتهم مش هتستقر. فهنا اما المراه تحفز بالمشاعر، يعني ايه؟ يعني بقى مش هقولها اهتمي بيا، انا هعمل حاجات حلوه في حياتي هتخلي المراه تعمل لي اللي انا عايزه من غير ما اطلبه منها، هي بتعرف تعمل الحته دي، تكون هي عندها هي عندها الحته دي من غير ما تقصدها. بس لو انا مش بديها الحاجات دي ما بتعرفش تديني المشاعر. فالمراه حضرتك قلت حاجتين دلوقتي، احنا مرتبين وهناخد الخمسه، بس في حاجتين دلوقتي ثلاثة. قلنا المرأة نظرتها إجمالية، رجل إجمالية وتفصيلية، قلنا الرجل عقلاني وثابت والمرأة عاطفية متغيرة، قلنا الرجل يحفز بالاحتياج والمرأة تحفز. ما احنا شايفين كده. طب أنا شايف إن في حاجات تعتبر بتميز الراجل وفي حاجات تانية بتميز الست. تمام.
طب يبقى دلوقتي حتى الان مش قادرين نحكم القرار هيكون الافضل ساعتها في المجمل من الراجل ولا من الست؟ يعني انا هاجي اتكلم على مثلا قرارات بعد كذا شهر، هتلاقي ان الراجل هو اللي اقدر ان هو يدي القرار ده، لان هو شايف اجمالي. انا بتكلم لو الزوجين بياخدوا القرار مع بعض، اما لو واحد احنا ده اللي عاوزينه عشان يبقى. انا ما بتكلمش ان هو واحده بتبقى مثلا منفصله واحد قاعدين هو اللي بياخد القرار كلها، فهو يبقى شايف النظره الاجماليه. لو تيجي تقول له انا محتاجين كذا دلوقتي، يقول لها بس احنا بعد شهرين هندفع قسط المدرسه، فخلي بالك من الحته دي، فتبقى مركزه معاه. اما الحاجات التفاصيل الصغيره، لا بس التفاصيل الفلوس دي الست اكثر عقلانيه. في رجاله اصرف ما في الجيب، ما احنا هنا بنقول ان احنا ونلاقي ساعه مصاريف المدرسه ما فيش اصلا. ما احنا عشان كده بنقول ان احنا عندنا من 5-10% مش بينطبق عليهم اي حاجه علميه احنا بنقولها في اي حاجه. يعني كل الامور العلميه اللي احنا بنقولها والدراسات لما بتيجي دايما نقول نجنب 5-10% من الاصول. دول كاسبين القواعد. لا لان طبعا في عوامل اخرى ايضا، يعني غير الجوانب العلميه دي، في عوامل اخرى بتؤثر على اتخاذ القرارات، يعني التنشئه، الخبرات السابقه، كل الحاجات دي. طبعا طبعا دي حاجات ممكن يكون في مؤثرات. عشان كده بنقول حتى مثلا ايه، واحد وهو عصبي، واحد وهو غضبان ما ياخدش قرارات في الوقت ده، لان دي ممكن تؤثر على اتخاذ القرار بتاعه. فيبقى هنا بقى ولا عقلاني ولا حاجه، ممكن ياخد قرار ما فيش فيه ريحه العقل علشان هو متعصب او مدفوع بحاجه معينه، شيء بيعمله يعني ستريس او حاجه زي كده. نمره اربعه ان المراه تستطيع ان هي تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت بنفس التركيز. يعني تقدر ان هي مثلا ايه، تبقى بتتكلم في التليفون دايما حاطاه كده، ما تعرفش بتحطه ازاي. لسه كنا بنقول مش عارف بتحط الحته دي، ما قلت اجربها حتى لما بلبس حاجه ما بتجيش. لا دي ليها مهارات. والله انا جربتها ما عرفتش بقى. طيب فتلاقيها حاطاه كده وبتغسل وحاطه حاجه على النار ومش عارف بيتي، واخده بالها من الولاد ومركزه. أيوة. لو جوزها بيعمل حاجه شغل وناسي حاجه تقول له ده انت ناسي كذا. ايوه وهو بقى مامتها بعد الشر تعبانه وعايزه توديها للدكتور، فهتعرف توديها للدكتور في الوقت بعد ما تخلص. واخده بالها منه وحاطط حاجه مش في مكانها، حط كذا لو سمحت. ايوه صح. وهو في نفس الوقت هو بقى لو حد اتحط مكانها، يعني هيتكلم في التليفون ويسلق البيض على النار، البيض هيتحرق او هيبوظ كده. فهو مش عارف يركز في الحاجتين الا بقى مع مهارات معينه بنقول، ومع التكرار يكون راجل بقى عايش لوحده طول الوقت بيعرف يتعامل والكلام ده كله. انما في الاعتماديه معاه كده. كمان المراه بقى بيبان عليها ده بقى النمره 5، ان هي المراه عندها حته ان الانفعالات بتبان عليها اكتر من الرجل. يعني انا دلوقتي كرجل مثلا، هنفترض ان انا جاي لي قاعد بتخانق مع زوجتي، ان شاء الله يعني ربنا ما يجيبش خناقه، بس انا بتخانق مع زوجتي تمام، فجالي تليفون من الشغل، هعمل ايه بقى؟ الرجل عنده زي ادراج بيقفل الدرج او فايلز، بيقفل الدرج، هقفل درج الخناقه وانا لسه فيها، هقفله وافتح درج الشغل، فهرد على المدير بتاعي واتكلم معاه كويس، واقفل وارجع اتخانق واكمل خناقه وبعدين يجي لي موبايل صاحبي هيتفرج على الماتش بقى بتاع مش عارف كاس الامم، هننزل ايه نتفرج عليه على الكافيه تحت، فايه اروح قافل ومكلم صاحبي، ايوه يا باشا مش عارف ايه، واكلم كل الادراج يعني. هعرف اقفل وبعد كده ممكن انزل بقى ولا نكمل خناقه بعدين. المراه بقى في نفس الخناقه دي مثلا إيه، والدتها هتكلمها في التليفون او صاحبتها، اول ما هتقول لها الو هتقول لها مالك، ايه اللي حصل؟ ما بتعرفش تقفل الادراج دي كله على بعضه، بنشبهها بالدولاب، كل حاجه على بعضها ما بتعرفش تقفل. طب دي حاجه وحشه ولا حلوه؟ كل الخمس حاجات اللي انا قلتهم لا هم وحشين ولا هم حلوين، هم حاجات طبيعه المراه او طبيعه الرجل، عشان المراه عندها مهمه في الحياه، الخلفه والحمل والكلام ده كله. وقلنا الرجل النهارده تحمل مشاق الحمل والخلفه والكلام ده، ما يقدرش يتحمل، المراه هي اللي تستطيع ان هي تتحمل هذا. ولذلك الرجل ممكن يشيل اوزان او حاجات اتقل، طبعا برضو في استثناءات، في ناس بتلعب كمال اجسام سيدات، بس في العادي يشيل، انما المراه تتحمل بقى الحاجات اللي هي الالام الاخرى بتاعه التعب والحمل، الرجل ممكن ما يقدرش يستطيع ان هو يتحمل.